السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينور علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا لله. نصلي الفجر جماعة إن شاء الله. أسأل الله تعالى التوبة لي ولكم. نتكلم اليوم إن شاء الله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنت بيموت الواحد ما بيعرف بأي لحظة بأي ساعة، علم هذا عند الله عز وجل. النبي قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هي ساعات أو دقائق أو أقل تمضي على كل واحد منا، ثم ينتهي به الأمر لوين؟ إلى القبر. بدنا نحضر لهذا القبر قبل ما ننزل القبر. ترى أليس الكيس هو من دان نفسه؟ بلى، أدى الزكي الفطن وعمل لما بعد الموت. بلى، هذا الفطن. أليس الكيس الفطن هو الذي حاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة ليهون عليه الأمر في ذلك اليوم؟ بلى ورب الكعبة. الغفلة لا تنفع، فمتاع الدنيا قليل وكذلك يزول. وبنزول حفرة القبر كأنك لم تكن في زينة، ولم تلق متاعا، ولم تتمتع بشراب ولا بطعام. فهنيئا للذي أعد الزاد ليوم المعاد، هنيئا لمن راقب نفسه وألزم جوارحه طاعة ربه. هذا هو الإنسان الذكي الفطن الذي يحصن نفسه. بس بشو بده يحصنها؟ يحصنها بتقوى الله، بالعلم، ولا يؤدي بنفسه، يؤديها بها إلى المهالك. هذا ذكي فطن. كم هو عظيم وكم تكون الفرصة كبيرة حينما نجد المؤمن التقي الطيب الطاهر الصالح في صحيفة أعماله يوم القيامة، يجد ما يسره بينما هناك آخرون خاسرون هالكون ويندمون يوم لا تنفع الندامة. هلك في نار جهنم يعذبون وهو مع المؤمنين، هذا اللي اتقى الله، يعني على سرر متقابلين، يشربون الماء العذب الفرات ويسقون من رحيق الجنة، يطعمون من طعامها، يجتمعون بسيد العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. وأولئك المغفلون الذين صدوا عن دين الله، قطعت لهم ثياب من نار وطعامهم من شجر الزقوم وشرابهم الحميم، ويأكلون من شجر الزقوم ويكونون في غرف بالنار أقفالها من نار، في نار جهنم يعذبون
وذلك لماذا؟ لأنهم طغوا، عصوا، كفروا، فجروا، والعياذ بالله. فيا أحبابنا، الكيس الذكي الفطن هو الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى. لو غضب الناس أنا ما بهمني، يهمني رضا الله عز وجل، مهم رضا الله تبارك وتعالى. الذي يفعل هذا يهوى في هناء والسرور وحبور. ولو أغضبت الله عز وجل ورضي عنك الناس، فهل ترضى أن تكون أنت يوم القيامة مع الهالكين؟ أكيد لا. إنما الإنسان الذكي الفطن اللي هو بيسعى لقبره ولآخرته. يا أحبابنا، الدنيا ساعة واجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة، قناعة بالعيش، بالمأكل، بالمشرب، بالملبس، وهكذا. وهذا الذي يفعله الإنسان الذي يفعله يكون فطنا ذكيا. يمر على الإنسان أحيانا أوقات يكون فيها من الغافلين، ثم بعد ذلك يتيقظ وينتبه، فإذا بعد ذلك يطرق باب التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وباب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الغرغرة، وما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يرى الكافر ملك الموت عزرائيل ويقول له أبشر بسخط الله وعذاب عليه. طالما أنت بعدك، بعد الروح ما ظهرت من هذا القفص، من هذا البدن، بعد فيه ما شفت ملك الموت، باب التوبة مفتوح لك. وما تنام أنت عاصي، ما بتعرف، يمكن تنام ما تقوم، يمكن تظهر ما ترجع، يمكن يطلع نفس ما تكمل التين كمان أيضا، أو ترجع ترده، ما بنعرف نحن أنت من فارق. خليك دائما على ذكر للقاء عزرائيل عليه السلام، وهذا ما علمنا إياه الرسول. لو واحد قال أنا قلبي قاسي، بتدني على شيء لين لي قلبي، قل له من جملتها التقوى وزيارة القبور. زيارة القبور بتذكرك بقبرك وبآخرتك. هنيئا لمن سلك طريق الصالحين وثبت على منهج الأنبياء، فهو في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فمن وجد نفسه أنه في غفلة وأراد أن يعالج هذه القضية، فلا يكون ذلك لمجرد بكاء ولا بالنحيب فقط ولا بتوزيع المال على الفقراء يكون الأمر منتهيا. لكن كيف بدها تكون ننتهي هذه الأمور؟ إلجأ إلى الله بالتوبة، توب إلى الله تبارك وتعالى. بل التوبة النصوح والتوبة الكاملة هذا الذي يحبه ربنا تبارك وتعالى. أما التوبة الكاملة فهي أن تتوب عن كل الذنوب التي سبق وتلوثت بها. أما التوبة غير الكاملة فهي أن تتوب عن بعض وتظل منغمسا ببعض. وأما التوبة النصوح فهو أن تتوب من الذنب وتعزم أن لا تعود إليه، هو أن تتوب منه خوفا من الله. وأما التوبة النصوح هو أن تتوب تلك التوبة توبة حقيقية. نسأل الله تعالى المغفرة لنا ولكم يا جماعة، توفانا وإياكم على كامل الإيمان. كم وكم من أناس كانوا يأملون التوبة إلى الله ماتوا قبل أن تدركهم التوبة. مثل ما في واحد كان يقولوا له يا فلان توب إلى الله تعالى، صلي وتعال جامع وتعال تعلم، كل مرة يقول لهم إيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. حتى قرب شهر رمضان، إجا شهر رمضان، خلص أنا أول يوم رمضان بدي بلش صلي وصوم وتوب إلى الله. مضى اليوم الأول والثاني والثالث، إجا بس ما إجا يمشي على قدمي، إجا محطوط بالتابوت.
يعني ما تعبير الله عز وجل. فمات هذا الإنسان كما يكون هو في ندامة. وأنا بعرف واحد كمان كنت أقول له يا فلان مش هون بألمانيا يا فلان ليه ما بتجي على الدرس؟ قلت إن شاء الله بس لأنه هلأ مطلعين قرار الدولة لناخد إقامة لأنه مشغول عم بيشتغل بقي شي السنة مدري عداش عطوه إقامة. بعدين كمان بعد فترة قال طوب ياك علي شيخ بس لأخد الجنسية. بعدين اشتغل كمان سنتين ثلاثة أخذ جنسية انبسط فيها قالوا يلا قال يلا إن شاء الله بدي يجي. ما طول بعد منها شهرين ثلاثة مات. فلو قضى هالسنين كلياتها بطاعة الله كان خير لإله. ليش نحن مضمون عنا إنه أنا معي ليرة بجيبتي ما حموت إلا ما أصرفها؟ ما مضمون عندي. أنا مضمون عندي بدي موت صح. خلينا نعمل للمضمون. المضمون هو القبر. خلينا نعمل القبر. طب اللي بيعمل هيك قلت لكم في بداية حديثي هذا إنسان ذكي فطن. وهكذا أيضا الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة وحضنا وأمرنا في القرآن الكريم نحن معاشر المؤمنين بالتوبة. أليس هو القائل في القرآن الكريم وتوبوا إلى الله جميعا؟ هذه آية قرآنية. وتوبوا إلى الله جميعا. المؤمن قد يرتكب صغيرة أو كبيرة والتوبة منها واجبة. فمن ذلك أيضا من باب أولى الكافر الذي صد عن دين الله وكذب أنبياء الله أن يتوب أن يرجع للإيمان، وإلا فهو مع الهالكين إن لم يتب قبل أن تصل روحه إلى الغرغرة، قبل أن يقول له ملك الموت عزرائيل أبشر بسخط الله وعذابه. ما لم تطلع الشمس المغربها تقبل التوبة، ولأن من علامات يوم القيامة طلوع الشمس من مغربها. ونحن قربنا لنهاية الدنيا، مش نحن مطولين على الدنيا، الدنيا كلها مطولة كمان أيضا. لأن من علامات يوم القيامة كما بينت لكم طلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك لو تقبل التوبة. فهنيئا للذين عملوا بمقتضى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أحبابنا أخونا كل واحد منا بدي أقول لك تفكر بعقلك في نفسك وتذكر أن بينك وبين القبر لحظة. فماذا عساك قدمت لتلك المواقف؟ أليس قبل أن تقابل الحاكم والقاضي تستعد أنت للجواب إذا ما طرح عليك سؤال الاتهام؟ فماذا أنت اعتدت لسؤال الملكين منكر ونكير اللذان يقعدان الميت في القبر ويقولان له من ربك وما دينك وما نبيك؟ المؤمن الذي مات على الإيمان يجيب ربي الله دين الإسلام محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات. وأما من مات على الكفر الذي أهلك نفسه أدى بنفسه للمهالك. أما الكافر الذي صد عن دين الله وكذب أنبياء الله ومات على غير الإيمان فكيقول جواب لا أدري. هون بقى عذاب الله نزل عليه، بقى غضب الله، فيضربانه بمطرقة بين أذني فيصيح صيحة يسمعها من حوله من غير الإنس والجن. هذه حياة البرزخ في القبر، غير حياتنا في الدنيا. إذا طالبك أصحاب الديون بأحوالهم ذلك أيضا مما هو من أقرباء أو صديقك أو شريكا أو والدا أو ولدا أن يسعك
ذلك ماذا تفعل؟ إلا أنه إذا ما أعطيت الدين يا بيوبخوك يا بيسجنوك بحطوك بالسجن. طب بالقبر شو بدك تعمل أيضا؟ ومن أن تفضح على ملأ من الناس، ولكن لا تجد في القبر ما ينفع إلا العمل الصالح، فهنيئا لمن التزم وحاسب نفسه كذلك أيضا. وأكثر من الطاعات بالصالحات، وأعد الزاد ليوم المعاد حتى يكون على قدم سيدنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، الذي شوهد واقفا على قبر يبكي، فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين تبكي؟ فقال، أشار إلى هذا القبر: ألم تعلم أن القبر أول منزلة من منازل الآخرة؟ من نجا من عذابه من ذلك أيضا، من لم ينجو، من نجا من عذابه نجا من عذاب الآخرة، ومن لم ينجو من عذابه لم ينجو من عذاب الآخرة. فلا تؤخر طرق باب التوبة، ولا تنتظر الأيام تمضي عليك في تلوث وانغماس فيما حرم الله، بل إنما عليك أن تبادر بالتوبة. توبوا إلى الله، لا ندري بأي ساعة نحن نفارق هذه الدنيا. مثل ما كان يقولنا شيخنا رحمة الله عليه: الموت سيف على رقاب العباد، لا ندري متى ينزل هذا السيف. العاقل بحاسب نفسه هلأ الآن قبل أن يحاسب: أنا ماذا أعددت لقبري؟ أنا ماذا أعددت لآخرتي؟ كان فيما مضى السلف الصالح شو يعملوا؟ بس يصلوا العشاء، ما مثل حكيتنا بروحوا على التلفزيون على السهرة، لا، كان يروحوا يجتمعوا مع بعضهم البعض ويذكر الله ويذكر الله تعالى ويدارسوا فيما بينهم، كأن بينهم عزاء، صير يبكوا بعد منها يبكوا. وينبغي لنا كمان أيضا نحن نفعل هكذا، لأن البكاء يا جماعة، يعني بكاء خشية من الله، يرقق القلب وبيساعدك على عمل الآخرة. وبرجع بقولكم من الأمور التي هي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، رأس الأمر تقوى الله، زيادة على ذلك ماذا؟ زيارة القبور. الله تعالى ينفع بي وبكم. أخيرا يا جماعة نختم كلامنا أيضا بما هو كذلك حكمة من حكم الذهبية: إن مفاتيح الأمور العزائم. شو بدي أعمل لك هلأ؟ أتقول يا الله بكرة مثل ما مضى على الاثنين قلت لكم عنهم، قال شاء الله إن شاء الله، لا، يكون عندك عزيمة وطاعة لله تعالى، ما تأخر، فلا تؤخر فعل خير إلى يوم غد، لعل غدا تكون فقيدا مثل فارقت هذه الدنيا. قدي في ناس كانوا متأملين آمال بعيدة، كما قال أبو الدرداء: تبنون شديدة وتأملون بعيدة وتموتون قريبة. صح، وكما قال كذلك أيضا كمان، نحن نذكر بعضنا البعض دائما بهذا يا جماعة، لأنه نحن نستفيد من هذه الأمور. الله تعالى يجعلني وإياكم من الناجين، ويجعلنا من الغافلين. وقال ابن آدم: طأ الأرض بقدمك فإنها عن قريب تكون قبرك. ابن آدم: إنما أنت أيام، فكلما ذهب ذهب بعضك، وهذا من يوم ولادتك. مظبوط، من يوم ولادتك وهكذا الأمر. فالعمل المثمر الناجح الثبات عليه، فالعزيمة مثل ما قلت لكم يا جماعة، يعني هذا اللي بيقوله أنا، إن مفاتيح الأمور العزائم. هذه العبارة خليها عندك بالخط الأحمر مختصرة: إن مفاتيح الأمور العزائم. عزوم، حط بقلبك، خاصة قلت لك على الطاعات. فالعزيمة جيش من حديد وفولاذ،
يغلب المصاعب والنوائب وهو سفينة النجاح. الله أعلم وأحكم. صلى الله عليه وسلم. يا رب.